من كرات الوحدات. كان هناك انفراد تام بعامر شفيع. كرة طويلة من محمود وشاح طويلة في الأمام. العودة بتحضير عن طريق الجبهة اليمنى. ورأفت علي وكرة طويلة. هناك التحول من جديد. فريق الوحدات المحاولة قائمة. مرة ثانية التسديدة والهدف الأول. الهدف الأول الأول الأول. الوحدات حليمه حليمه حليمه. أحمد عبد الحليم. أحمد عبد الحليم عندليب الوحدات. عندليب الوحدات يحرز الهدف الأول. حليمه حليمه حليمه. تسديدة قوية قوية قوية. وفرحة كبيرة لجماهير الوحدات. والتقدم بهدف مقابل لا شيء. جاء بتسديدة من خارج منطقة الجزاء. والتمريرة التي كانت رائعة لهذا اللاعب شاهدوا. أحمد عبد الحليم العندليب. العندليب العندليب العندليب.